في حاجات طبعا بتبقى ايه، حاجات كده علميه او ظواهر علميه او طبيعيه، اسميها زي ما تسميها، احنا ما بنبقاش فاهمين فيها، فما مش هفتي. يعني مثلا موضوع البحر الاحمر الميه بتاعته اتحولت للون الوردي ليه؟ انا ما اعرفش، لكن اكيد اكيد الدكتور محمود حنفي استاذ البيئه البحريه بجامعه قناه السويس والمستشار العلمي لجامعه الحفاظ على البيئه اكيد هيبقى عارف عننا اكتر، وهنتصل بيه نحاول نفهم. دي الصوره اللي قدام حضراتكم يعني، ومفيش داعي للقلش بقى، اصل البحر الاحمر لازم يبقى لونه احمر، يعني مفيش داعي، احنا كده داخلين نهزر يا جماعه. لكن بجد هو اكيد هنا في حاجه، ممكن يبقى مثلا هل ايه نوع من الطحالب مثلا ادى الى ذلك، هل وجود مخلوقات دقيقه ما يعني بتظهر في هذا التوقيت من العام، طب هل هي ظهرت قبل كده عندنا ولا لا، يعني مش عارف برضه. الحاجات دي لازم نحاول نفهمها ونشوف. وطبعا لا اتمنى على الاطلاق انه ده تكون او ده يكون ظاهره او تكون ظاهره ضاره بشكل او باخر، او تكون نتيجه تلوث ما لا قدر الله، لا نتمنى ذلك على الاطلاق. لكن احنا يعني هن 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 احنا هن بنحاول الاتصال بالفعل بدكتور محمود، وهنحاول نعرف منه. احنا معانا على التليفون فعلا دكتور محمود حنفي استاذ البيئه البحريه بجامعه قناه السويس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازي الصحة؟ ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله. ايه هو السر في لون البحر الأحمر ده؟ أهلا وسهلا، أنا آسف، مساء الخير، ازي الصحة؟ مساء النور يا فندم، ازي الصحة؟ كله تمام؟ طبعا بالنسبة للون ده دي ظاهرة بيتميز بيها البحر الأحمر. دي قصتها كلها إن ده ظاهرة بتعرف بالتكاثر المكثف المتوافق لأنواع عديدة من المرجان، من حيوان المرجان، في وقت معين واعتمادا على القمر بتطلع كميات كبيرة جدا من ان في حوالي 12 نوع من الشعاب دي اللي سجلناها، 12 نوع من الشعاب المرجانية بيرموا البيض والحيوانات المنوية في نفس الوقت وفي نفس الليلة، فبتطلع كميات ضخمة جدا من البيض والحيوانات المنوية وتعمل وتدي اللون الأحمر ده للبحر الأحمر. وده بيحصل يا دكتور كل سنة في نفس الميعاد؟ كل سنة في نفس الميعاد، بتعتمد على القمر. بتعتمد في الأساس على القمر. هو أنا حتى كنا مصورينها وهي المرجان بيرمي، كنت بعت فيديوهات لو الفيديو اتعرض يظهر بالظبط ان كل المرجان بيرمي البيض كله في نفس اللحظه. بتبقى كميات ضخمه جدا من البيض والحيوانات المنويه بتعمل اللون الاحمر ده في الميه. طيب القصه اللي فيها ديت ان هو كان بيعتقد قديما ان ما فيش الظاهره دي موجوده في البحر الاحمر، ولكن احنا اثبتناها علميا وبالتصوير كمان. طب ده رائع جدا. ده دي ظاهره بنبقى عارفينها. لو القمر جه في بدري يعني في اول الربيع كده في النص اول النص الثاني من ابريل بيحصل يرمي بتحصل التكاثر ده بيحصل بعد القمر المكتمل يعني بعد الفول مون بيومين ثلاثه. لو هو القمر الفول مون او القمر البدري جه في اوائل مايو بتحصل قبلها بحوالي 6 ايام يومين على حسب القمر. إذن فهو شيء طبيعي ما فيهوش أي ضرر. لا ده شيء طبيعي وشيء سهل. يعني ده مفروض إن احنا نسميه سياحي. طيب. مفروض حتى هذه الظاهرة نسميه لأن احنا بنعرف نقدر نقدر بالضبط بل في عملية إدارة البيئة لازم نعمل هذا. الحاجة الوحيدة اللي أنا هستغل الفرصة إن أنا موجود مع حضرتك أرجوك يا فندم عشان برضه الناس تفهم قد إيه ربنا واهب مصر من هذه الثروة الهائلة، لأن المرجان بتاع البحر الأحمر ده ثبت علمياً ان هو قد يكون اخر مرجان موجود في العالم. ده امل العالم في ظاهره تغير المناخ بتموت المرجان. بتعمل ما يعرف بعمليه بيضاد المرجان. المناطق الاستوائيه كلها المرجان فيها بيموت بكميات ضخمه جدا. فقد يكون النظام البيئي ده اللي هو اهم نظام بيئي موجود على كوكب الارض من حيث قيمته الاقتصاديه ومن حيث قيمته العلميه ومن حيث قيمته البيئيه، ربنا وهب مصر هذا المرجان ان له قدره كبيره جدا على مقاومه ظروف تغير المناخ. ولذلك تم اعلانه في المؤتمر الاخير هذا المرجان على انه بقعه امل للعالم كله. يعني فكره الحفاظ عليه ما بقتش فكره قوميه، ده فكره عالميه. ونتمنى يعني ده اللي نتمناه ان هو يعني
وزيرة البيئة في المؤتمر أعلنت أنها سوف يعلن كاف الحيض المرجاني للبحر الأحمر كمحمية طبيعية. نتمنى أن هذا يتم. المرجان بتاع البحر الأحمر اللي سيادتك شفت الظاهرة اللي فيه ده من أهم المرجان اللي موجود في العالم كله، وأمل البشرية في استمرار هذا النظام البيئي الهام. طب ده كلام أظن مهم جدا. طب سؤال كمان يا دكتور، هل ده معناه أنه هذا النظام البيئي المتعلق تحديدا بمسألة المرجان اللي عندنا في البحر الأحمر، يعني مفيش منه مثلا عند الحاجز المرجاني اللي موجود عند قارة أستراليا، مفيش منه في حتة غير عندنا احنا بس؟ الحاجز المرجاني الأعظم اللي هو اسمه جريد بارير ريف بتاع أستراليا، ده بيدخل أستراليا في السنة 3 مليار دولار على استخدام البراند ده، كلمة الحاجز المرجاني. أخذ بال حضرتك؟ مشكلته الرئيسية دلوقتي إن هو ظروف تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة بتأدي لبيضاض الشعاب. في سنة واحدة مات 50% من كم المرجان اللي فيه. إحنا عندنا هنا للظروف اللي عايشة فيها مصر وبدون الدخول في حاجة علمية، 50 بحث علمي شاركنا فيهم في جزء كبير جدا منهم، قالوا إن ده آخر مرجان سيكون موجود في العالم، والعلماء كلها بتعتقد إن القرن سوف ينتهي. طيب ده معناه انه في ضروره قصوى على السوبر كورس او السوبر مرجان اللي موجود في العالم المصري، انه ده احنا عندنا مورد طبيعي ذات اهميه قصوى لكوكب الارض كله. طيب معلش ان انا دخلت في موضوع تاني. لا بالعكس ده موضوع مهم جدا، لازم نفهمه ونعمله. المرجان اهم النظم ايه على كوكب الارض، من ناحيه تنوعه، تنوع بتاع الكائنات اللي فيه، ومن ناحيه انتاجيته وقدرته على انتاج كائنات. لو جينا قارناه بالغابات الاستوائيه ده اهم، يعني ده اعلى قيمه في هذا، فبالتالي لازم ننظر له نظره ثانيه خالص. الحاجه الثانيه والمهمه جدا ان ده مورد اقتصادي رهيب جدا لمصر. متر الشعاب كاماكن الغوص بدخل للدخل القومي المصري 300 دولار في السنه. لو متر الشعاب ده لا قدر الله تم تدميره محتاج على الاقل 100 سنه لما يرجع، يعني قيمه الاقتصاد متر الشعاب في مصر ده يتعدى 30,000 دولار. فلازم الحفاظ عليه واستخدامه والشكل المستدام. ده لازم يكون هدف قومي رئيسي. وبعد لما اثبتت العلم ان ده قد يكون بقعه الامل لوجود نظم بيئيه للمرجان في العالم تاني، ده ما بقاش قضيه قوميه، ده بقى قضيه عالميه الحفاظ عليه. واستخدامه بشكل مرشد بشكل مستدام، ان ملايين الناس رزقهم حتى معتمد على هذا. ده الجزء الرئيسي بالنسبه للسياحه الراقيه في البحر الاحمر، جزء في بالنسبه لانتاج الاسماك كثير هو المرجان بتاع البحر الاحمر. طيب دكتور محمود، ده هنا هيخليني، لانه واضح ان الموضوع بجد مهم قوي قوي قوي، ده كده معناها انه هناك اهميه قصوى لان احنا نحافظ على النظام البيئي بتاع البحر الاحمر، والاهميه القصوى دي مرتبطه بينا في مصر بشكل خاص ومرتبطه بالعالم بشكل اكثر عموميه. هل احنا عندنا تفاهمات، بروتوكولات، توافقات مع منظمات دوليه بحيث ان احنا نقدر نحافظ على هذا النظام البيئي ولا لا؟ احنا عندنا من القوانين الوطنيه والاتفاقات الدوليه اللي احنا مشاركين فيها وموقعينها، اللي هي تعتبر جزء من القانون المصري، ما يجبرنا على هذا القول. عندنا كافي. القصه اللي بنقول عليها ان المنظمات الدوليه كلها حطت ان ده يعتبر امل للعالم في الشعاب المرجانيه او المرجان ده بعد ما المرجان يختفي العالم. لا، فده حاجه، ده مورد ذات اهميه. القصه اللي بقول عليها والاساس في هذا ان احنا عندنا الرغبه في هذا. يعني مورد طبيعي، واعلنت مصر في المؤتمر المناخي وسميناه زي الجريت زي الاثار حاجز المرجان الاعظم في استراليا. هناك اسمه جريت بارير علشان نوعه بارير، نوعه ان هو متوازن الشط بس جوه البحر. احنا اللي عندنا ده لازق في البر، اسمه فرنجي، فسماه فرنجي جريف. العالم كله اعتقد على اعلى في البلد الناس عايزه تعلنه كمحميه طبيعيه. فاعتقد ده الاعلان الجديد في ايجيبت كمحميه، يبقى كل الريف بتاع مصر محمي، والمحميه الطبيعيه المفهوم ان هي المحميه الطبيعيه ليست منع انشطه
او منع صناعات عليها، ولكن اعاده تنظيم هذه الانشطه بحيث تبقى مستدامه، ان انا احافظ على هذا المورد الهام جدا وفي نفس الوقت استغله بالشكل الامثل واعظم دخل القومي منه. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور محمود، اولا على مساله ايضاح المساله بتاعه انه اللون بتاع الميه اتغير وما الى ذلك، فدي فهمناها، بس القضيه الاكبر والاهم زي ما حضرتك اثرت هي فكره الحفاظ على هذا النوع المرجان الاحمر في البحر الاحمر عندنا، والحفاظ على النظام البيئي لهذا البحر، خصوصا ان احنا عندنا منظومه القوانين اللي بتمكننا من ان احنا نقدر نحافظ على ده. انا اظن ان احنا محتاجين ناخد الموضوع يعني في كل اتجاهاته بمنتهى الجديه، منتهى الجدية، والاستغلال الأمثل لده. يعني إذا كانت أستراليا اللي ما عندهاش اللي عندي بتقدر تجيب 3 مليار دولار سنوي، يعني أظن أنه إحنا في الحالة دي نقدر نعظم كمان من استفادتنا وفي نفس الوقت نحافظ على هذه الثروة واستدامتها. كل الشكر دكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لجمعية الحفاظ على البيئة.